أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، نبدأها بأبرز العناوين. اليمن تشارك في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم. أكثر من 300 باحث عن عمل يجدون فرصتهم في معرض حضرموت الوظيفي الثالث. مجازر جديدة بقطاع غزة، والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته من المستوطنين. من جديد أهلاً بكم. انطلقت في العاصمة العمانية مسقط أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وشاركت بلادنا ممثلة بوزير التربية والتعليم طارق العكبري، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حضورا رسميا رفيع المستوى من وزراء التربية والتعليم في دول العالم الإسلامي ورؤساء منظمات وهيئات دولية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بمجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار. وأشار الوزير العكبري إلى الأوضاع التعليمية في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 9 سنوات والتغيرات المناخية خلال الأعوام الماضية، مثمنا في الوقت ذاته دور منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم في دعم وزارة التربية والتعليم. افتتح بمدينة المكلا معرض وظائف حضرموت الثالث الذي ينظمه نادي الخريجين التابع لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية، ويقدم المعرض 109 فرص عمل وظيفية في 17 منشأة مشاركة، ويهدف إلى الربط الوظيفي بين المنشآت الطالبة للعمالة والخريجين الباحثين عن العمل. الزميل عبد الله جعفر حضر فعالية الافتتاح ووافانا بالتقرير الآتي. في إطار دعم سوق العمل وتوفير فرص وظيفية جديدة، افتتح معرض وظائف حضرموت الثالث في مدينة المكلا الذي ينظمه نادي الخريجين التابع لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية، والذي يهدف إلى ربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن عمل في مختلف القطاعات بحضور محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي. طبعاً مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية تسهم إسهاما كبيرا منذ تأسيسها في الاقتصاد بالنسبة لحضرموت، واليوم تضيف إلى برامجها برامج أخرى وهي الربط بين طالبي الوظيفة والمتقدمين للوظائف. ما شاهدناه حقيقة أسعدنا كثيرا، وهي تسنح الفرصة لعدد كبير من الشباب من أبناء حضرموت لطالبي الوظيفة. تطمنا كثيرا على كيفية الاختيار، والمؤسسة تشرف أيضا على هذا العمل الرائع. إسهامات كبيرة قدمتها للابتعاث في الخارج وللتنمية البشرية، واليوم يأتي قطف الثمار وهو الوظيفة. يعد المعرض منصة هامة للشباب الباحثين عن عمل في حضرموت، حيث يعرض أكثر من 100 فرصة وظيفية متنوعة مقدمة من 17 منشأة مشاركة في مجالات متنوعة. حقيقة نحن نسعد اليوم ونحن ندشن معرض الوظائف الثالث الذي تقوم به مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تمويلا وتنفيذا. هذا المعرض يأتي لكي يعزز ثقافة الحصول على وظيفة من خلال المفاضلة ومن خلال منافسة شريفة بين المتقدمين. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى، وصلنا اليوم إلى 109 فرصة وظيفية قدمتها 17 منشأة تعليمية أكاديمية صناعية هندسية. أيضا كان عدد المتقدمين 2500، تم اختيار منهم 250 لخوض غمار هذه المنافسة. نحن أيضا على ثقة عالية جدا بأن هؤلاء المتقدمين سيحظون بفرصتهم الوظيفية المأمولة بإذن الله تعالى، وسيتفوقون بإذن الله في سوق العمل. ونحن مستمرون في مؤسسة حضرموت على عمل مثل هذه الفعاليات
والأحداث التي تعمل على ربط الخريجين ومن هم حديثي التخرج بسوق العمل، ونعمل على تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة التي تساعدهم في الحصول على وظيفة بشكل سلس. المعرض في نسخته الثالثة يأتي استجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي وخطوة إيجابية نحو دعم سوق العمل وتوفير فرص للشباب والمؤهلين في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الشباب من التحديات الناجمة عن البطالة، على أمل أن يسهم المعرض في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال توظيف الكفاءات المحلية. يظل معرض وظائف حضرموت واحدا من أهم الفعاليات التي تساهم في تحسين بيئة العمل ودعم الشباب الطموح في مسيرته المهنية، وبداية لمستقبل مهني للعديد من الباحثين عن عمل في زمن يعاني فيه الكثير من تحديات البطالة. عبدالله جعفر، قناة حضرموت، المكلا. نظمت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل بوادي وصحراء حضرموت بمدينة سيئون الحفلة والبزار التوعوي تزامنا مع فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي. وشهد البزار حضورا متنوعا من قبل مختلف الأركان التي حثت على ضرورة توعية النساء بالفحص المبكر لسرطان الثدي ومعرفة الفحص الذاتي الدوري للثدي تجنبا للإصابة بأمراض السرطان. وتشمل أنشطة الشهر الوردي النزول الميداني إلى مديريات سيئون وتريم والقطن وساه بهدف تكثيف التوعية بين أوساط أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية. ضمن نشاطات مؤسسة حضرموت التي تقيمها في الشهر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي لهذا العام، أقمنا هذا الحفل والبازار التوعوي الذي يهدف إلى أهمية الكشف المبكر وزيادة الثقافة لدى المرأة ولدى المجتمع بشكل عام. طبعا المؤسسة تقوم بالعديد من الأنشطة طيلة أيام السنة، وتكثف هذه الأنشطة في شهر أكتوبر بالقيام بالعديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مديريات وادي وصحراء حضرموت، تتركز في مديرية تريم وشبام وكذلك القطن، إضافة إلى مديرية ساه. بحث محافظ المهرة محمد علي ياسر مع وفد عماني برئاسة المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة أحمد الكاسبي سبل تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بين الجانبين اليمني والعماني. وطلع بن ياسر من رئيس الوفد العماني على التسهيلات التي تقدم للتجار اليمنيين خاصة في المنطقة الحرة بالمزيونة، ووقف الاجتماع أمام تسهيل الإجراءات المالية وعملية التحويلات إضافة للقواعد التي تم تأسيسها وبناؤها بين البلدين. ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ومحافظتي المهرة وظفار لتسهيل الإجراءات الاقتصادية بينهما. أقامت مدارس حضرموت العالمية في مدينة المكلا حفلا فنيا وتكريميا للطلاب الأوائل وخريجي الامتحانات الدولية البريطانية بحضور رسمي من إدارة التربية والتعليم وأهالي الطلاب. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي، نتابع. بعد مسيرة تكللت بالجهد والتعب، أقامت مدارس حضرموت العالمية في مدينة المكلا حفلا فنيا وتكريمي للطلاب الأوائل وخريجي الامتحانات الدولية البريطانية IGCSE للعام المنصرم. شرفت اليوم بحضور الحفل السنوي لمدارس حضرموت العالمية. هذا الحفل لخريجي 2023-2024 ندل على شيء انه يدل على اهتمام مدارس حضرموت العالمية بتنمية مهارات وقدرات ومعارف أبناء الطلاب. شاكرين جهود مجلس الإدارة مثلا في السيد محسن المحضار وإدارة المدارس المعارف. تحتفي مدارس حضرموت العالمية اليوم بحفل تخرج طلاب الصف 11 إليفن، وقد حظوا على أفضل الدرجات في التنافس في الاختبار العالمي الذي حصل في جمهورية مصر العربية، واليوم يحتفوا مع آبائهم وأولياء أمورهم بحفل تخرجهم بأفضل الدرجات، وإن شاء الله نراهم في أفضل التخصصات الجامعية محليا وخارجيا وعربيا إن شاء الله. الحفل شهد فقرات شعرية ورقصات شعبية ومشاهد مسرحية،
قدمها الطلاب الأوائل احتفاء بنيلهم المراتب العليا وسط حضور الأهالي وتصفيقهم لأبنائهم لمشاركتهم هذه الفرحة. والله نهدي الإنجاز للوالد، يعني هو كان مصمم من نجيب الأول، فجبنا الأول عشانه طبعاً نتعبنا، والحمد لله أهم شيء إنه فرحان. يعني أهم شيء أنا متخرج من مدارس حضرموت العالمية كهذا اليوم، وصراحة شعور لا يوصف، ويعني نتمنى لكل الطلاب نفس هذا الشعور، ولكم جزيل الشكر. أجواء جميلة وصفها الحاضرون في الحفل، لكن طبيعة كل حفل ختام، ونهاية الحفل تم تكريم الطلاب بشهائد وجوائز ودروع تقديرية لتستمر مدارس حضرموت العالمية كل عام في تخريج دفعات جديدة للجامعات المحلية والخارجية. مصطفى باحكم لقناة حضرموت المكلا. يعد سمك السردين المعروف بالعيد من الأسماك المشهورة والمرغوبة في المائدة الحضرمية نظراً لفوائده وقيمته الغذائية، وشهدت هذه السنة كثرة كبيرة للسردين خلافاً للسنة الماضية، مما جعل سعره يتفاوت عند بائعيه. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي. ما إن تمر في أزقة البيوت والحواري في مدينة المكلا إلا وتتسلل إلى أنفك رائحة السردين المعروف بالعيد، فالبيوت الحضرمية لا تخلو من العيد، حتى المطاعم الشعبية جعلت صنف العيد وجبة أساسية تلبية لرغبة الزبائن وحبهم الشديد لسمك السردين والذي يوجد بكثرة في موسمه حاليا. الأعداد يحبون الحضارم وتكون في الموسم، يعني فيها فتمينات، فيها حاجات كده زينة، يكونون الناس كلهم يحتفلون بها، يدخلون المطاعم يرجعونها في التنانير. انا عندنا التنانير ده يرجعونها، فيها فيتامينات، فيها اشياء يعني مفيده لهم، لانه هذه العيد بالنسبه تساوي تنتين مغذيات. مغذيات لما تجي لك حمى يقول لك تنتين مغذيات، الحبه العيد هذه تساويها. من كذا اهل المكلا يحبون هذه العيد، ولان ولان لان لان حاليا موسمها. التنانير دحين شوفها تعكي، ولا بيت بتلاقى لو تنار فيها، حب للعيد. نحن أسواق الصيد مغمورة بالزبائن الباحثين عن سمك العيد، نظرا لانخفاض سعره وكونه يتناسب مع دخل الفرد، وهو من أشهر أنواع الأسماك وأعزها مكانا في وجبات الحضارم، إلى جانب شهرته بحسن مذاقه وروعة طعمه والقيمة الغذائية التي تكمن فيه. سلة لسنة يعني، وأحسن البروتين فيها، وتقوي نظر، فيها فوائد. السنة الماضية كانت مقطوعة، السنة اللي وايد عينك ما حد حواها، هو لحونها كان من قبل حواها، الحواها شلونها كلها كاملة. هذول المساكين فعلا، الفقير هذا يتخسر منه، ما هو 200 ما هو 500 ما هو 1000، يشيل منه. يتميز موسم العيد هذه السنة بوفرته بكميات تختلف عن موسم السنة الماضية، وهو ما جعل أسعارها تتفاوت بين بايعيها، فخيرات البلاد كثيرة، وحضرموت تطل على الشريط الساحلي المعروف بكثرة الأسماك واختلاف أنواعها. محمد بن فضل لقناة حضرموت المكلا. استشهد 9 فلسطينيين بغارات وقصف على مناطق مختلفة من القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتكاب الاحتلال 8 مجازر خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 41,788 شهيداً و 96,794 مصاباً منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وشددت إجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين في البلدة القديمة بحجة الأعياد اليهودية. يشار إلى أن الاحتلال يمنع رفع أذان الفجر في المسجد الإبراهيمي لليوم 22 على التوالي، ويغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في الصلاة فيه. قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي لكرة القدم بعد فوزه على نظيره كولومبوس كرو 3 أهداف لهدفين،
وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق كولومبوس من تقليص الفارق عن طريق دييجو روسي، ولكن لويس سواريز عزز تقدم إنتر ميامي بتسجيله هدفاً ثالثاً في الدقيقة 48، قبل أن يقلص كولومبوس الفارق مرة أخرى بهدف ثاني من ركلة جزاء سددها كوتشو في الدقيقة 61. ختام النشرة مشاهدينا، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اليمن تشارك في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم. أكثر من 300 باحث عن عمل يجدون فرصتهم في معرض حضرموت الوظيفي الثالث. مجازر جديدة بقطاع غزة، والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته من المستوطنين. في ختام نشرة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. إلى اللقاء.